السلام عليكم، ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده هشتري ان شاء الله شوز زي ده كده، بس انا بحبه مفتوح زي الستايل ده كده او الستايل ده، فهوريكم معايا جولة كده على السريع قبل ما اقيس الشوزات وكده ايه اللي موجود في المحل. في الستايل ده كده، مش عارف شايفينه ولا لأ. الستايلات اللي تحت دي مش عجباني كلها، حاساها كده بتاعت ستات كبار قوي في السن يعني. دي حاجات زي الشبشب كده، في الشوزات دي، وفي الستايل ده كمان، وفي دول. دي بقى أرضي، حاجات أرضي جميلة للي بيتضايق من الكعب أو بيحب يغير. الستايلات منها حلوة. في بقى الايه، الهاف بوت والبوتات. دي الهاف بوت، واللي فوق دي البوتات بقى. انا بصراحة اللي عاجبني جدا الستايلات اللي زي كده، شايفينها اللي هي فيها السيور دي، في منها لون الجولد، وفي منها الاسود، وفي منها السيلفر دي. طبعا الحاجات دي بكعب، وبرضو الستايل ده عاجبني جدا. وفي برضو منه السيلفر نفس الستايل، بس ده طبعا عايز مناسبات. فانا بقى يا حبايبي هروح اقيس كام حاجة، واللي هيعجبني هاخده ان شاء الله. ايوه حبايبي، انا ده عجبني جدا فقلت اما اجربه، بس طبعا ما ينفعش البس الشوز التاني كمان لانهم من ورا يعني ممسوك بده طبعا، عشان ما حدش يقدر ياخد حاجات من دي ويخرج بيها برا المحل. فالنوع ده عجبني، وهوريكم كمان كام حاجة عجبت. وفي النوع ده كمان يا بنات عجبني جدا، وده الكعب بتاعه ومريح جدا. وفي النوع ده كمان يا بنات عجبني جدا وشيك جدا في اللبس، لونه كافيه كده وستايله عجبني جدا، بنانتي جدا، وده الكعب بتاعه. ايوه حبايبي، وده كمان ده لونه كان عاجبني، بس مش عارفه لما لبسته حسيت ان هو مش حلو قد كده. انتوا رايكوا بقى. وده الكعب بتاعه، ده اطول شوية من الشوزات اللي قبل كده، وده الستايل بتاعه.
ده بقى يا بنات اخر حاجة هقيسها، بس برضو عجبني جدا. ده لونه يعني درجة من درجات الكافيه، بس فاتحة شوية. وده الكعب بتاعه، ده شكله جميل جدا جدا في اللبس. ايوه حبايب قلبي، انا ان شاء الله هاخد ده خلاص. ده عجبني، ده لونه كافيه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تعملوا اشتراك للقناة، ولو الحاجة عجبتكم تعملوا لايكات بقى، ومستنية تعليقاتكم في الكومنتات. مع السلامة.